ممتلك كيتركوا المساحه خطيره جدا والهدف الثاني ليس لهم ما يخسروا في دقائق متبقى الا الانديفا واخراج كل اوراقهم ارسال خط وسط المياه تسديدة المهدي بلطام خاطئ في التمرير ابتدى ان يوسف بن علي بن علي مرة يحاول المرور لا 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 يسترو الدوري الفرنسي وبعض الاقسام من دوريات اوروبية اخرى هذا يعطي ميزة لفريق شريف الحوسيم يتابعوا محاولة كرة امامية خطيرة 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 عمر مكان وخلصنا أمياء فكرتي شقان ذكر بأنه أول نتيجة التعادل هذه محاولة لوكي تمشي لجي يسرى فتيجة يوسف بن علي تمكن من انسيل الهدف فيها الخطورة خطيرة 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 تأخر في التمرير تأخر في التمرير يوسف بن علي بوفتيني تمريرة خاطئة فقط عند لاعبي فريق شباب الرباح الحسيمي عند لاعب يوسف بن علي شغادي يعمل تمريره جميله ممتازه فرصه 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 هو مطلب اليوم كما قلت مصالحه مع الدوري مع الجمهور تبع فرصه فرصه هناك تسلل هناك تسلل هدف الرتبة الأخيرة بسبع نقاط محاولة شباب الريف الحسيمي هذا اللاعب يوسف بن علي طالبون بضرب الجزاء رفيقة تنزل عند بن علي يسدد بقوة فيما هذا بن علي ينطلق جميلة 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 إلى في قطر لا كذلك في الدوري الإسباني تابعوا الآن خطيرة جدا الوحيدة البلا حلول أنصف الحلول إرسال في العمق رأسه وسط البيت الخطيرة جدا إرسال مشى اللاعب بن علي نشاط هذا اللاعب محرك بشكل مهم في المقابلة ويمرر لا 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 إلى الحدود لحظة كرة للجهة اليسرى ليوسف بن علي يلعب مقوس خطيرة خطيرة تفر بلقب الدوري الوطني الاحترافي هذه كرة مشيت أمامية لفائدة يوسف بن علي يبحث عن التمرير في اتجاه من نشوفه تمريرة قصيرة بطريقة جميلة لكن هناك سوء تفاهم والتغطية تجي من طرف إبراهيم باكايوكو سوء على مستوى التغطية من جانب سيمي بن علي شنو غادي يعمل الآن بن علي أمامه أمين تغزيوي تقوديش قال فنيش 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 اوه حسيت فتح رباطي الدفاع الحسن الجديدي وفريق سريع وتزم من اصل 36 نقطه حصل على 13 نقطه فقط بالنسبه الخاطئه مقطوعه كره في الجهه اليسرى يوسف بن علي مره اخرى يبحث على الانسلال يوسف في منطقه الجزاء بن علي بن علي بن علي خطير المركب الكبير لطنجه اللي بالتاكيد غادي يمتلع عن اخره تقريبا غيتابع المقابله بن علي غادي يروغ بن علي يروغ يعذو بن علي يعذو الشماي كلشي تنقاص شي يرفع امامية في خطر وسط تمشي ريفيه ليوسف بن علي بن علي يبحث على التمرير بن علي في الجهه اليمنى لعب كره في العمق بطريقه جميله كانت مرفوعه امامية الجهه ريم اطلس من خنيفرة عزنزري عزنزري تمشي على محمد السعيدي ارسال الامامية راسيه ايديس اشرفي مشيت يعني وصلت الزرما تعقب تكمل عقب يعني يوسف يطلعوا للجبهه الاماميه لان كاين فقط يلاه عبد السلام بن جلول كاين قطيعه ما بين وعميمي ودونجي اللي كيكون يعني نوعا ما في الورق محاولة الان لفريق الفتح الرباطي كاينش خطا يقول الحكم تعود رائعة لفريق الكوكب المراكشي من الجهة اليسرى لكن ضاعت وكان وراء هذه العملية اللاعب عميمي خطأ يدور على مرمى الكوكب المراكشي وتهيئ هذه الفرصة ورأسية الدقيقة تقريبا خمسة
التعادل 0-0 شباب الريف حسيمة الكوكب المراكشي مراوغ يعني فريق شباب في هذه المقابلة سيكون قد أمن بقاءه بنسبة مئوية مهمة في القتل مشان إمزورة مشني غير المقابلة الثانية النهارة قليلة أنه كتمشي الكرة للتمس لفريق شباب الريف الحسيمي عنده إمكانات مهمة تقنيا أمامية للكاتبة أكيد الريفية في الجهة اليسرى بعد الطريقة البحث على العرضية منطقة الجزاء عيدة عشرة ثمانية اللاعبين خريبيين الآن أمام مرمى الحارس مروان فخر لامور ترفعها تخلص من الرقابة الحكم يخلي الانتهاء خلى لافونتاج والله لا 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 بن علي شنو غادي يعمل بن علي يبحث خطيرة جدا كيفاش التركيز خلال هذه المباراة من طرفين بن علي شنو غادي يعمل يوسف بن علي يتلاعب بالدفاع جميلة 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 في خط وسط الميدان ومحاولة كانت جيدة مراوغة لبن علي شنو غادي يعمل تمريرة خطيئة من العطوشي بن علي الآن شنو غادي يعمل بن علي يمرر مشكل الآن أن الشباب الريف الحسن هو فريق الوداد البيضاوي سنتابعوا الآن هذه آخر الفرص خطيرة جدا خطيرة ياسر بن علي تمرر دائما يكون من الوراء ممتازة ممتازة تمريرة دائما محاولة مرقوب يدخل بعد لحظات بسبع نقاط محاولة شباب الريف الحسيمي هذا اللاعب يوسف بن علي طالبون بضرب الجزاء كرة خطيرة لفريق شباب الريف الحسيمي من أجل إدراك صبرت وأملت مرتد الآن بالمقابل يوسف بن علي بن علي التحرك من عبد الرحيم مقران قضية يبحث ويأمل من خلالها فريق اللمسة عادت لسفيان شارف باتجاه يوسف بن علي لم يكن متسللا يوسف يدخل من منطقة الجزاء خطير يوسف بن علي والتعادل مورغان بيترونغال ممتاز هذه الكرة يوسف بن علي يوسف بن علي يمر يراوغ بامتياز فرصة للتعادل عرضية خطيرة راسية فوق المرمى كانت مباريات قول متابع حكيم أقلي اللي كان غادر المباراة بسبب الإصابة ودخل مكانه عبد الخالق حميد وشكا تغيير اضطراري فيما بقية الأسماء اللي كانت في تشكيل ذلك اللاعب اللي تحدثت عليه عبد الخالق حميد دوش محمد السعيد ويوسف بوشا مطالبين بالحيطة في انتظار أنت تغير معطيات في انتظار يكون ريتم أحسن نشوفه محاولة شميلة لفريق شباب الله يسر اسلم راض تمشي للعامد القدوي قدوي صراع كبير بينه وبين يوسف بن علي يرتكب على الخطأ كورتو الكنترول بالصدر بحث على المراوغة حذيري من الأخطاء يعني الاتزال الحكم محمد يد شمال الشرطي فريق شباب الحسيمة هجومي فريق شباب دائما داخل اللحظات خطيرة جدا مقران ولا هدف الاول بن علي سقط شما كوجيتا شما بن علي غشما زيرا تغيير كلي نحو الجهه اليسرى من باكا يكون مدافع في ايسر جوج ديال الانتدابات بالنسبه للريف الحسيمي كره من جديد يوسف بن علي على مستوى الجهه اليمنى العرضيه بهذه الطريقه بعثه الروسيه مشات من طرف من طرف دفاع الفريق الريفي مراوغه بطريقه شميله على جوج في الرتبه ما قبل الاعراب 29 نقطه وبالتالي ستكون مواجهه قويه وبالتالي كيحاول موسم حسيميه ضربه خطا غير مباشره ارتقاء ياسين وكيلي كان متسللا
مشعل ايوب الملوكي